Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Already, many of the mutants disguised. مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من القاهرة اليوم. الطروي الأول في مصر، مساء الخير. عمرو أخبارك إيه؟ مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من القاهرة اليوم. حالة من الحزن الشديد انتابت الشارع المصري. كل ما تبص في وش اي مصري تلاقيه حزين حزن شديد. كل الكافيهات النهارده اللي كانت بتتفرج على مباراة الشقيقة الجزائر كان فيها حزن شديد. دخل الجون الاول، قلت لهم يا جماعة لا، مش ممكن الجزائر دخل فيها جون. صمت، القهوة كلها صمت، الناس كلها ساكتة، الناس كلها باصة في الارض. العار العار. بعدين شوية قلنا يا رب يا رب ان شاء الله الجزائر. حزن من شديد من مين؟ من ملاوي. ملاوي حزن شديد. النهارده المصريين ماشيين بيتكلموا بعض والموبايلات والتليفونات، انت مصدق ان الجزائر اتغلبت؟ حليس ومليس وفليس حبايبنا اخواتنا اللي حطونا في عينيهم. هذا الذي لم يكف على شتم اسياده، وانا اقول له يكفي بقى يا عمر الدب، لقد بلغ السيل الزبا، لقد بلغ السيل الزبا، فالجزائر كبير عليك اوي اوي اوي، يكفي بقى يكفي يا عمر الدب، انت عميل اسرائيلي فعلا، لقد اثبتت ذلك، تتكلم كثير عن الجزائر.